عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أهلا بمتابعيني الكرام، متابعين قناة التوأم فود. إن شاء الله تكونوا بصحة وخير وسعادة ورشاقة وراحة بال. عملنا النهاردة طاجن اللحمة بالبصل بطريقة حلوة وجديدة وطعمه حلو جدا ومميز. إن شاء الله تجربوه، استنى رأيكم في التعليقات، رأيكم يهمني جدا. كل سنة وأنتم طيبين وشكرا لمتابعتكم. عجبكم ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل المقادير. معانا بصل، فلفل رومي، وطماطم شرايح، وتوم شرايح، وفلفل اخضر حسب الرغبة. وهيكون معانا في البهارات فلفل اسود وكمون ورشة جوز الطيب وبابريكا ورق لورا وملح وكمون وتوم باودر وبصل باودر ولحمة. هنجيب دلوقتي طاسة ونحط فيها معلقة زيت ونسيبها تسخن كويس جدا. هنحط فيها دلوقتي اللحمه تاخد صدمه، اول ما نلاقيها كده شمعت كده من تحت وخدت الصدمه نقلبها الناحيه الثانيه تاخد الصدمه. خدت صدمة كده من الجنبين، لو احنا عارفين ان اللحمة دي صغيرة هنشيلها على طول نحطها في الطاجن تستوي، لكن لو احنا عارفين ان هي بتاخد سوا هنفضل نسيبها على النار تاخد ربع كوباية مية في ربع كوباية مية لحد ما تاخد نص سوا. هي كده بتستوي من نفس المية اللي نزلت منها، لسه محطينا لهاش مية، نتأكد ان هي خدت صدمة من كل ناحية كويس. بعد ما ميتها تنشف نبدأ نزودها شوية مية لحد ما تاخد نص سوا، لكن لو لحمه صغيره هنحطها على طول في الطاجن هنشتغل بيها. هناخد دلوقتي كل الخضار ده مع الثوم والفلفل، نحط عليه التوابل دي كلها، ونقلب كل ده مع بعض كويس قوي. قلبناها بالشكل ده، هنبدا بقى نفضيها في الطاجن بتاعنا ونستنى لحد ما اللحمة تاخد التشويحة بتاعتها او النص سوا زي ما اتفقنا. شوحت بالشكل ده تقريبا، خدت نص سوا، هننقلها في الطاجن دلوقتي ونقلب كل ده مع بعض وندخلها الفرن. هنغطيها نقلبها كويس جدا ونغطيها دلوقتي، اللي حابب يغطيها فويل يغطيها، اللي حابب يغطيها بأي غطا يغطي احسن يبقى افضل يعني. وهي هتنزل البصل والطماطم وكل ده هينزل الميه وتكمل سوا، لو احتاجت ميه بنزود لها ربع كوبايه ميه ربع كوبايه ميه. حطينا لها كده نص كوبايه ميه، هنحط لها نص كوبايه ميه تاني وهنسيبها ونغطي عليها ونسيبها لحد ما تاخد سوا، لانها برضو لسه ما استوتش يبقى احنا نزود لها ربع كوبايه ميه في ربع كوبايه ميه، لو لقيناها استوت يبقى خلاص كده تاخد وش ولون من على الوش وخلاص. كده الشكل النهائي، ريحه وطعم، جربوه ان شاء الله يعجبكم جدا. لو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. شكرا لمتابعتكم.